المبتدئين الحقيقة النهاردة أدائهم جميل جدا، شوية العكس واضح ان هم في التصفيات عملوا كويس جدا، ما واظبوش على الاجتهاد في الفترة اللي فاتت. طبعا الفقرة الأخيرة بتبقى فقرة صعبة، وفي ثانية المباراة تتشقل. إجابة صحيحة، دي أول مرة نشارك قدام مدرسة بخبرة زي مدرسة أبشوية، بس الحمد لله قدرت ان انا احرز الهدف الذهبي في ضربات الجزاء وارجع الامل لفريقي تاني. سؤال واحد يطير من مدرسة المبتدئين بشوية ترجع تتقدم، وساعتها هتبقى مفاجأة بالنسبة لنا. ان شاء الله انا وفريق هنحاول نرجع في عجلة الحظ والفوز بالمباراة. كالعادة هنقول مبروك، وكالعادة بنقول هارد لك.